يعطيكم العافية. اليوم عندنا انبوكينج سريع حق الايفون 4S. طبعا هو الجهاز نازل صار فترة، فراح يكون هذا انبوكينج سريع، وان شاء الله راح يكون ريفيو في خلال كم يوم من الاستعمال ان شاء الله. طبعا هذا النسخة، نسخة الجهاز لون الابيض. بالنسبة للون الأسود ما يختلف، نفس الأكسسوارات راح تكون موجودة. شوف الجهاز، طبعا نفس طريقة أبل، المانيوال يكون موجود هنا داخل والدليل الاستعمال داخل الكوطي، محول الكهرباء، واير الشحن وتوصيل الكمبيوتر، وسماعات. طبعا ابل دائما تتجه حق، يعني من اول ما طرحت الايفون الاول للايفون 4S تتجه الى ان المكونات اللي داخل العلبة ما تكون وايد، والعلبة تكون تقريبا على حجم الجهاز. هذا كان البوكسينج سريع حق جهاز الايفون 4S، وان شاء الله ترقبوا ريفيو كامل حق الجهاز ان شاء الله. يعطيكم العافية.